اه يا ناعمة يا غريبة، فعلا صدق اللي قال عليها كده، دي الغريبة الناعمة الدايبة دوب. بصوا شكلها وجمالها، لو عايزين تعرفوا عملت الغريبة الناعمة الدايبة دوب دي ازاي، ونفس الحجم اللي انا عملته ما فرش، يعني الحجم ما كبرش ولا حاجة الحمد لله. هقول لكم كل الاسرار والتكات والتركات والحركات وكل حاجة جوه الفيديو، يا ريت تخشوا وتتابعوني وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك وكومنت حلو كده. زيكم كل سنة وكلكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنكمل حاجات العيد الفطر المبارك، هنعمل غريبة ال10 دقايق، غريبة بثلاث مكونات فقط لا غير، سهلة وسريعة وفي منتهى الجمال إن شاء الله. تابعيني عشان تعرفي الغريبة ال10 دقايق دي هعملها إزاي. خليكي معايا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، أنا عندي مكونات 3 مكونات بس، مش هستخدم أكتر من كده. عندي ده دقيق عبارة عن 4، انا استخدمت الكوباية ديت، تمام؟ يعني دي كوباية 250 ملي، فانت الكوباية اللي استخدميها في كله. دول 4 كوبايات دقيق، 4، انا برضه هسيب المقادير صندوق الوصف. 4 كوبايات دقيق، نصهم سمنة، يعني كوبايتين سمنة من علبة السمنة، حطيتها شوية في التلاجة عشان تبقى باردة شوية. نص السمنة سكر، كوباية واحدة سكر بودرة، يبقى 4 2 1. دي المقادير بتاعتنا، 4 دقيق 2 سمنة 1 سكر بودرة. اول حاجة هنزل بيه السمنة اهي، هنزل بيها في بولة وتحطها في التلاجة، فايه جمد شوية، يعني بقت جامدة شوية في التلاجة عادي، هنحطها في التلاجة عادي عشان ايه، يعني عايزاها تمسك في بعض كده. انزل السمنة ونرجع تاني، الكوباية التانية اهي، كوباية السمنة دي سمنة عادي من العلبة، من علبة السمنة، بس حطيتها في التلاجة شوية عشان كانت الدنيا حارة عندي في المطبخ، وقلت عشان ايه تمسك شوية بس مش اكتر من كده. اهي كوبايتين سمنة، انزل بقى بالسباتيولا كل السمنه دي في الكوبايه، خساره طبعا عشان دي مقادير معينه لازم تبقى ايه تمام ومظبوطه. وانزل بكوبايه السكر البودر، تمام بالمنظر ده. هشتغل بقى دلوقتي بالمضرب الكهرباء عشان ما اعملش صوت، اشتغل اضرب اضرب بالمضرب الكهرباء. ما عندكيش مضرب كهرباء زي ما عملنا في البسكوت، بمعلقه خشب مضرب الكهرباء لغايه ما يبقى الخليط السمنه والسكر زي الكريمه كده، تمام. اضربهم كويس وارجع لكم. انزل بصوا بتعمل ازاي، بتعمل زي الكريمه او كريم شانتي. فدلوقتي هنزل بالدقيق، 4 كوبايات دقيق بقى، واعجن بايدي، انه بادي بقى هيبقى العجن بالايد، تمام. 4 كوبايات اهو، مش هنحط فيها ولا ملح، مش هتحطي ذره ملح ولا فانيليا ولا بيكنج باودر، لان الفانيليا والبيكنج باودر بيخلوا الغريبه تفرش، تمام. هم 3 مكونات بس، دقيق وسكر بودره وسمنه. اعجن بايديا كده بالمنظر ده، والم العجينه كده بايديا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين عجنت العجينه، هي غريبة 10 دقايق بتاخد 5 دقايق في شغلها و5 دقايق في الفرن، فدي عجينة العشر او غريبة ال10 دقايق. بصوا العجينة تعرفيها بقى انها صح معاكي، وهي المقادير دي مظبوطة، هسيبها لكم في صندوق الوصف. تاخدي قطعة برضو اسفة، زي ما عملنا في الكحك، وتعملي كده تكوريها كده اهوت، وتضغطي عليها بصبعك، بصوا ما شققتش منك ولا حاجة، تكوريها كويس اهي كده اهو، اهي بصوا بالمنظر اهي، بس عشان ايديا فيها ايه كنت بعجن بيها اهي بالمنظر ده كده اهو، وتعملي كده اهو، ما شققتش معاكي ولا حاجه بالمنظر ده، يبقى كده تمام خالص. هنحضر بقى الحاجات اللي هنزين بيها
الغريبة ممكن تزيني، عندك فستق، عندك لوز، عندك سوداني، عندك بندق، عندك اللي هي اللي عامل زي الخرز بتاع الحلويات، كل حاجة تمشي. هنجيب الصاج اللي هنغبس فيه، طبعا مش هدهنه اي سمنة زي الكحك بالظبط، وزي ما قلت لكم لو عندك اللي هو الخرز دوت بتاع الحلويات حطي منه، في منه الوان بس انا ما لقيتش غير فضي، وفي لو عندك لوز، لو عندك فستق، لو عندك بندق هتحطي فيه. هتاخدي واحده حته كده طبعا زي ما قلت، ممكن انا بحب اللي هي تكون ايه يعني حجمها متوسط بالمنظر ده كده اهوت، هنكورها في بطن ايدينا بالمنظر ده ونضغط عليها كده بالراحه اهي كده اهو، وتحطي فيها مثلا ممكن بندقية وتضغطش عليها برضو اهي كده اهو، ونحطها في الصاج بالمنظر ده وتحطيها في الصاج. طبعا الخبز بقى مهم جدا، خبز تخلي الفرن سخن جدا جدا الاول، بعد كده تنزليه على 180 عشان درجة الحرارة العالية تخلي الغريباية تقفش في بعضها وان شاء الله ما تفرش بإذن الله. تمام كده، يعني تخلي الفرن سخن جدا عالي جدا جدا، يسخن حلو قوي، بعد كده قبل وانت هتدخليها بقى توطيه على 180 درجة 5 دقائق بالظبط، تشوفي الساعة بتاعتك او الموبايل وتطلعيها ان شاء الله اهي، وتروحي ضغطة كده اهو ضغطين، عملت واحدة بندق، حطي واحدة لوز برضو اهي، وتضغطش على الحاجة اللي بتحطيها فيها، انا هشكل يعني وكمان الخرز ده اللي هو الخرز اللي بتاع الحلويات، في منه طبعا الوان بس انا ما لقيتش عند مستلزمات الحلواني غير الفضي، غير اللون ايه الفضي بس اهي كده اهوت. صبعنا ناخد واحدة من دي اهي، تخليها جوه كده، ممكن تحطش اكتر من واحدة بس واحدة بتبقى حلوة قوي، ممكن اعملها شكل كده اهو برضو، حط 3 فوق بعض كده، بصوا يبقى شكلها ازاي، حلوة قوي شكلها، جميل كده 3 فوق بعض جميل جدا اهي. واكمل بقى، اكمل بقية الغريبة وارجع تاني معاكم. وممكن مش كل واحدة هتفضلي تشكليها لوحدها، ممكن تعملي كل الصاجة دي او كل الصينية دي كور بالمنظر ده، وبعد كده تعملي تشكلي مرة واحدة، تعملي بصبع كده الاول اهي، تنزلي كده هو شوية اهي، وتحطي بقى لولي من دوت او خرز من ده اهي بالمنظر ده كده هو، او تحطي بندقية، ممكن تقسمي البندقية على 2 ممكن يعني عادي، تحطي لوزاية كده هو مثلا اهي، بس تضغطي اهي بالمنظر ده، يعني تعملي كله كور 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 كور، بعد كده تضغطي على جوه على جوه، وبعد كده ايه تحطي الحاجات اللي انت عايزه تزوقي بيها بس كده اهو. اكمل وارجع لكم تاني. عملت اول صاجه يعني لسه ما دخلتهاش الفرن ولا حاجه، بس شكلتها ما حدكم شايفين باللوز وبالبندق وبالخرز الفضي دوت، جميل قوي شكلها. بصوا على فكره 4 كوبات دي بتعمل كميه غريبه كتيره جدا، لسه في عجينه تانيه هعمل بقى كذا صينيه تانيه برضو. زي ما قلت لكم الفرن يبقى درجه حراره عاليه جدا، بعد كده انزله على 180 5 دقائق بالظبط، واطلعها واوريها لحضراتكم. طلعت حبه من الغريبه بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت، ده مش كل الكميه لسه طبعا، بصوا منظرها جميل ازاي. والصاج ده برضو طلعته، بصوا مش مستحمله خالص، دايبه دوب، بصوا الغريبه تكون مظبوطه ما تسيبش اي علامه في الصاج. بصوا من تحت اهي الخبز بتاعها في منتهى الروعه والجمال، وهي يعني اقطع لكم واحده، بصوا مش مستحمله ازاي، شايفين مش مستحمله خالص، احطها لكم في طبق برضو احسن.
بصوا مش مستحملة نهائي، بتدوب دوب زي ما انتوا شايفين كده، دايبة دوب اهي، وفي منتهى الروعة والجمال. المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف، مقادير سهلة وبسيطة خالص، مش محتاجة اي يعني تعب ولا اي مجهود. دي غريبة العشر دقايق، دي غريبة العشر دقايق. يا رب اكون افدتكم، واعملوها يلا قوموا تشجعوا، واعملوا بقى الكحك والبسكوت والغريبة. وكل سنة وحضراتكم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر. الى اللقاء، متنسونيش بقى في اللايك.